داي الإفتاء تقول لهم هذه المسألة فيها كلام بين من كتاب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو حكم فيها بأمره وحكمه. يقول تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ثم يقول: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إذا الكلام لا ينهاكم وينهاكم، أم نهي، يعني عدم نهي ونهي. عدم النهي معناه إباحة، والنهي معناه تحريم. هذا هو المصطلح الشرعي للقرآن. لما يقول لك لا تفعل معناه حرام عليك تفعل، معناه المسألة حق وباطل. وقالنا القرآن قال الله ربي ينهاكم ويحرم عليكم الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم يحرم عليكم أن تولوه. قاتلون في الدين هؤلاء ولا لم يقاتلون؟ هؤلاء يقاتلون، لأن الآن 7 سنوات ونحن نعاني وعندنا عشرات الآلاف من القتلى والجرحى والمشردين. وهل يقاتل فينا حفتر؟ أبدا، لو كان يقاتل في حفتر من زمان انتهى. تقاتل فينا أمريكا، وتقاتل فينا روسيا، وتقاتل فينا فرنسا، وتقاتل فينا هذه الدول اللي تسمى المجتمع الدولي. هؤلاء هم الذين ظاهروا على إخراجنا، أخرجونا من ديارنا ولم يخرجونا. مئات الآلاف أخرجوا من ديارهم وشردوا، مئات الناس والعائلات أقبروا أحياء ولا يزالون يعني يولولون. هؤلاء الذين قاتلوا وظاهروا على إخراجهم، ماذا قال القرآن فيهم؟ هل يجوز لنا أن نتولاهم؟ قالوا لا تولوهم، من يتولهم فأولئك هم الظالمون. شو معنى توليهم؟ معناه الاستسلام لهم وتسليم زمام الأمر والهيمنة لهم في البلد. الله تبارك وتعالى حرم علينا هذا، قالوا ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هذا كلام الله ليس كلام دار الإفتاء.